احفظ الله تجده تجاهك. دائما الله تبارك وتعالى يكون معك. سبحان الله. استشعر شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا صلوات ربي وسلامه عليه وجلس في الغار مع أبي بكر وقريش مستميتة في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتريد قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك، وجعلوا جائزة من أتى بمحمد أو بأبي بكر حيا أو ميتا له 100 من الإبل. ويأتي الكفار ويقفون عند باب الغار حتى إن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. ما يحتاج يبذل مجهودا كثيرا، بس ينظر تحت قدمه سيرانا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وكل طمأنينة وكل سكينة؟ ماذا قال؟ قال: ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. الله أكبر. متى نصل إلى هذه المرحلة أن نستشعر الطمأنينة والراحة والقربة من الله تبارك وتعالى وأنه يحفظنا سبحانه وتعالى؟